يلا تطلعي معانا بقى. لا يمكن، انا بخاف من الحاجات دي. ما تخافيش من هبقى معاكي يلا. اهو خيط يا سما، ما تكسريش بخاطر يلا. لا مش انا قلت الراجل ده ملناش دعوه بيه ومحدش يروح له؟ ايه اللي ودى داليا هناك؟ انا قلت لها، بس انت عارف اختك دماغها ناشفه وهي متعلقه جدا بابوها. متعلقه بيه على ايه؟ هي مش مكسوفه من نفسها؟ انا هتجنن والله، واحد عنده 60 سنه ولسه بيحتفل بعيد ميلاده. كلميها كلميها لحسن وديني، اروح اطربع عيد الميلاد ده واقلبه ميتم. حاضر حاضر هكلمها، بس انت اهدى. علشان مين الحفله دي؟ دبدوبه شفت اصحاب حماده كلهم معاشات اهو. حماده ده عامل زي مجله ميكي من 7 لـ77. وطي صوتك يا علاء، احسن ماما نونا تسمعك تاخد على خاطرها. عم وطي صوتك ايه؟ المساله محتاجه كلام. ما هي الصوره اهي واضحه زي الشمس، خير تعبير عن المسخره اللي احنا عايشين فيها. انا اسف جدا على التاخير، اسف يا جماعه. قدم لكم ايه ناس؟ مراتي. انت مش نازل الصبح على شغلك وقلت لي انا هرجع على طول؟ ابص الاقيك راجع وفي ايدك واحده غريبه تقول لي دي متجوزه. ايه جبتها منين دي؟ ورايح تتجوز من غير ما تقول لي؟ ايه ماما، ما انا قلت لك على طول. هو انا خبيت عليكي؟ انا لسه متجوز حالا، انا طلعت من عند المأذون عليكي على طول. بقى انا من صباحيه ربنا دايره لم لك عيالك حواليك علشان يبقوا جنبك، تقوم انت تطفشهم بعملتك دي؟ خلاص بقى يا نونا، خليكي حلوه بقى، هتنكدي عليا ليله دخلتي. هو انا متجوزها ليه؟ هو انا عايز اتجوز؟ انا متجوزها عشان تخدمك وتسليك. تحكي بقى خلاص. احنا ناقصين مصاريف عشان تروح تتجوز؟ دي صاحبه محل يا ماما، دي على قلبها فلوس قد كده. ما تخافيش على ابنك، ابنك واقف. ده انا حماده الجامد قوي. أنا آسفة يا طنط، إزاري إني أزعجتكم. يلا حمادة عشان توصلني. يوصلك فين؟ لو النبي ما أنت ماشية. في واحدة برضو تمشي يوم دخلتها، الناس تقول إيه؟ عروسة نازلة نص الليل؟ معلش أصلي ما عملتش حسابي وهدومي كلها في البيت، هنام إزاي يعني؟ يا أختي إن كان على قمصان النوم ما فيش أكتر منهم، والنبي ده أنا عندي حاجات لسه بشوكها ما اتفتحتش، ما تقول لها يا حمادة. ماما عندها حق بصراحة، يا ناس بعدين الدنيا برد بره جدا دلوقتي، هيثم لو خرج ياخد برد. تعالي حبيبتي نقي قميص النوم اللي يعجبك. تعالي يا ماما. رايحه فين؟ ايه يا ماما؟ راح اتغير، راح اتغير هدومها. وتغير ليه؟ ما تنام كده. لا تنام كده ازاي يا هيثم؟ ما ينفعش تنام كده،
الليلة دي بالذات لازم نغير. انت كمان لازم تغير. رايح انام مع ماما. تعالي هنا بس. تنام مع ماما ده ايه؟ هيثم تيجي نلعب لعبة؟ انت تنام جنب مامتي وانا انام جنب مامتك، ايه رأيك؟ ليه؟ اهو نغير. لا، كل واحد ينام مع مامته. وبعدين بقى مش احنا اصحاب ونسمع كلام بعض؟ انت تنام جنب مامتي وانا انام جنب مامتك. طب مش هم بنات؟ سابهم يناموا مع بعض وانا وانت ننام مع بعض. لا يا حبيبي كده اللعبة تبوظ، ما ينفعش. انت تنام جنب مامتي وانا انام جنب مامتك. هيثم انت شفت اوضتي؟ تعالى افرجك، اوضتي فيها حاجات هتعجبك قوي. تعالى. فيها ايه يا حماده؟ فيها حاجات وحاجات. سيبنا من الطاولة دلوقتي، في موضوع مهم عاوز اكلمك فيه. موضوع يا جدي. شوف يا عسام، في ظروف لازم الانسان فيها يتغلب على مشاعره وحتى عقله عشان يقوم بالواجب اللي عليه. خير يا جدي. ابوك تعبان ورائد في المستشفى، وانا شايف يا حسام ان المرض ما فيهوش خصام. لازم تروح تزور ابوك هناك في المستشفى. ابويا مين يا جدي؟ انا ماليش اب غيرك. انا جدك يا حسام، انما حمادة في الاول وفي الاخر هو ابوك. عيان عنده ايه يا جدي؟ انت عارف عنده ايه؟ الله اعلم يا ابني. هو السن بقى والشيخوخة برضو لها متاعبها. انا مجرب وعارف. لا يا جدي، مش سن ولا شيخوخة، ده عريس جديد. عارف يعني ايه عريس جديد يا جدي ومتجوز بنت صغيرة؟ ليه خد مقويات ولا بلبح حاجة ما استحملهاش؟ ده شيء يدعو للخجل يا جدي، مش يدعو للعطف. وبعدين اروح اقول له ايه؟ اقول له يا جدي؟ اقول له سلامتك يا عريس. صباح الخير يا ريات. صباح الخير يا ماما نونة. حماد عامل ايه النهارده بقى؟ لا هي الضغط النهارده احسن بكتير والسكر بقى مظبوط. بركه الحمد لله. يلا بقى ناخد الحقنه. مش ويش ولا ايه؟ انت امبارح وجعتيني قوي. حاضر. ايه يا ماما نونة؟ انت لسه موجوعه؟ ما اخدها خلاص. يلا بقى يا استاذ حمد، انا عايزاك تخلص لي الفطار ده كله. مساء الخير. مساء النور. ازاي حماده النهارده؟ الحمد لله بقى زي الحديد. ما شاء الله. عامل ايه النهارده؟ الحمد لله كويس، بس هم قالوا لي لازم اقعد شويه عشان ابقى احسن. انا كمان عاوزاك ما تطلعش من هنا غير وصحتك مية مية، واذا كان على المحل اوعى تشيل هم. انا قاعده لهم هناك زي ما تكون انت موجود بالظبط. ربنا يخليكوا لبعض. طبعا يا حبيبتي، ما احنا خلاص بقينا عيله واحده. انا هضطر اسيبك يا حماد عشان لازم اروح اجيب هيثم من المدرسه. مش عاوز حاجه. لا متشكر. عشتني يا حماد. ان شاء الله. اتفضل اتفضل يا سي حماده، البيت نور. هو فين الاستاذ؟ يا ابراهيم يا ابراهيم تعالى، ابوك هنا وعايزك. اهلا يا بابا. انت لسه هتقول اهلا يا بابا؟ اتفضل يلا لم هدومك وكتبك، هتيجي معايا دلوقتي حالا. اجي معاك فين؟ فين يعني ايه؟ في البيت. تركز الكام شهر، تذاكر كويس. انت مش في ثالثه دلوقتي؟ انا في البكالوريوس يا بابا. ما شاء الله. طب ما خلاص هاند اهي، يلا خلص الكليه عشان تيجي تمسك لي حسابات المحل. حسابات ايه؟ أنا في سياسة واقتصاد. أمال مين اللي في تجارة؟ مش مهم، سياسة واقتصاد تجارة ما تفرقش. يلا ادخل لم هدومك يلا عشان هتيجي تقعد معايا في البيت. اتأخرت قوي يا بابا. اتأخرت 22 سنة. اللي قعدني السنين اللي فاتت دي كلها هنا، يقعدني كام شهر اللي فاضلين دول كمان. إيه يا ابني؟ وأنا جاي لك عشان تقطمني؟ اللي بقوله يتنفذ. ادخل البس هدومك يلا هتيجي معايا. طب والست الغلبانة اللي شقت معايا السنين اللي فاتت دي كلها؟ اسيبها لوحدها وامشي؟ لا ما تسيبهاش، عيشها لو عايزه تيجي اهلا وسهلا. ايه رايك يا ماما؟ تحبي تيجي تعيشي معانا في قصر عز وباشا؟
عشان تخدمي الست مرات ابويا الجديده؟ عيب عيب الكلام ده يا ابراهيم، عيب. الواد ده حصل له ايه؟ ده ما كانش كده يا عائشه. اتكلم كويس يا ابراهيم، يعني ده جزاء ان انا جاي اخدك من هنا؟ واشمعنى النهارده بالذات قلبك حن وجيت لغايه الحاره عشان تاخدني اعيش معاك؟ انت مش خايف عليا؟ انت خايف على نفسك؟ يا ابراهيم انت بتكلمني كما لو كنت راميك ومش سائل فيك. ما مش ماما نونا بتجيلك كل شهر يعني؟ ايوه. انا مش سايبك يا ابني، حتى الشهريه اللي بتبعتها لنا ماما نونا مش حبا فينا، برضه الخوف هو السبب. الخوف على اسم عز وباشا، احسن امي تروح تشتغل في البيوت وتبقى الست مرات حماده بيه عزه بتشتغل خدامه. اخرس اخرس يا بني ادم. لا يا طنط، انا عمري ما دقت سمك بالشكل ده. دي بقى صياديه بشوربه بني، اكله سويس. تسلم ايدك يا طنط. يا اختي انت هتفضلي طول الليل تقولي لي طنط كده؟ ما تقول لها يا حماده. دي ماما نونا، في بيتنا نعتبر طنط دي كلمه قبيحه. يا حبيبي هيثم بينام. يا حبيبي انا هنيمه مطرح. بس يا ماما لو النبي ما انت قايمه، انا يا اختي هنيمه مطرح. قوم يا حبيبي قوم. هاي تعالي على مالك يا هيثم، تعالي يا حبيبي. ربنا يخليها لكم، ست عظيمه، انا خلاص بقيت بموت فيها. اغسل ايدي فين؟ الحمام هنا على الشمال. لو سمحتوا بقى انا في بيتي، والله من كتر ما انا حاسه اني في وسط اهلي بفكر ابات معاكم النهارده. ده انت تنورينا يا جيجي. سفره دايما يا ماما نونا، عمري في حياتي ما اكلت بالشكل ده. يا اختي انت كلتي حاجه؟ يا حماده هاتي الكوتشينه. كوتشينه ايه يا ماما؟ كوتشينه حرام. ولا حرام ولا حاجه، هو احنا بنلعب قمار؟ دي تسالي. يبقى مكروهه، انا سمعت شيوخ في الفضائيات بيقولوا كده. يا ابني دينا يسر لا عسر، يلا روح هات الكوتشينه بقى، اصل انا مش جايلي نوم. هاتيها انت يا ايناس. ولد قومي. بس ما حدش هيقدر عليا النهارده. الفوره من 101. كام؟ 101. عايزها 201 ما عنديش مانع. لا كفايه قوي 101. بصرة. بصرة. انت معاك ايه بقى دلوقتي؟ الولد اتحرق واتخنق. الله عليك يا حبيبي حماده. اطلع ريح يا حبيبي ولا نام جنب هيثم. لا 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 انا صاحي مفيش حاجه. يا خبر، ده انا اخرتكوا قوي، انا لازم امشي بقى. الله، انت وراكي ايه ما انت قاعده يا جيجي؟ لا ما ينفعش يا ماما اتاخر عشان نسفح المعادي. معلش يا ماما نونا، مع السلامه. مع السلامه. خلاص يا ماما، خلاص هي مأجلة، ما هي قاعدة معانا على طول هنا يا أخي. خلاص بقى يا جيجي، أنتِ بقيتي واحدة من العيلة، كل ما تلاقي نفسك فاضية عدي علينا. حاضر يا ماما نونا، عن إذنكم. مع السلامة. تصبحي على خير يا أنوس. وأنتِ من أهل الحب. على مهلك يا جيجي. حاضر يا ماما نونا. تصبحي على خير يا أنوس. مش عايزين حاجة؟ لا يا ماما. يلا يا حبيبتي، تصبحي على خير. مش مصدق الليلة هتخلص. تصبيرة بقى على مناخ. انت اكيد جيجي يمكن نسيت حاجة. نسيت ايه بس؟ روح افتح بقى يا حمادة. يلا مساء الخير يا حمادة، أنا جاي عشان أتكلم معاك في موضوع مهم جدا ولازم نبقى لوحدينا. إحنا جايين نطلب إيد الآنسة ميرفت لابننا حسام. الحقيقة النقيب حسام أنا استقبلته أول ما اتخرج من كلية الشرطة وتمسكت بيه لأنه كان ضابط كويس وخدم معايا في أكتر من موقع.
الحقيقه كان نموذج للضابط الراجل اللي اعتمد عليه. دي شهاده نعتز بيها جدا يا سياده اللواء. معالي الباشا، انا اتعلمت من معاليك كتير، كلنا تلامذه معاليك يا معالي الباشا. اهي العروسه وصلت. مبتذله جدا، مكياج صارخ ولبس محل اخر مسخره. حماده ميرفت عروسه حسام. لا مؤاخذه مدمزيل، اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا أم؟ الله يسلمك يا حبيبتي، اتفضل. اهلا اهلا وسهلا. ازيك يا ماما؟ الف مبروك. اهلا حبيبتي. اهلا. بسم الله ما شاء الله يا سياده اللواء، زي القمر. بسم الله ما شاء الله. أتاري حسام ده طلع ايه؟ عفريت بصحيح، مع انه ما يبانش عليه، طول عمره في حاله، لا عمل كده ولا كده. لا يا حمادة لا، اصل عنده السكر والدكتور منعه من الحاجة الحلوة. طبعا انا بقول بقى يعني خير البر عاجله. مش بقى نقرا الفاتحة؟ ما تيجي بقى عشان اوريك لعب. استني بس انجل لما نقرا الفاتحة الاول. اللي يشوف حمادة بيه ما يقولش انه باباك ابدا. يا سلام. اللي يشوفك وانت بتشخط وتنطر في العساكر ما يقولش انه باباك بالحنيه دي. ايوه معلش. اصل حمادة بقى حنين ويحب الاطفال قوي قوي. ما تتصورش بقى حسام لما كان قد انجي صبل عليها شاف دلع من ابوه ده ما حدش شافه في الدنيا. هو اكل حمادة مش هيجي ياكل معانا ولا ايه يا بابا؟ حمادة بيه ساعتك مش هتيجي تاكل معانا ولا ايه؟ دقيقة واحدة. استنى، انت رايح فين؟ طب ماما منونة ممكن تعملي لنا سندوتشات. انا عايزة ساندوتش برجر. وانا كمان يا ماما. يلا احنا كنا وصلنا لغاية فين يا انجي؟ ايه اللي انت عملته ده؟ انت جاي تهزقنا؟ شفت فوزية؟ بيزعقلي اهو. جزائي ان انا جاي اخطب له. تخطب لي؟ هو انت لطقت ولا قلت كلمة؟ عمال يلعب مع البنت الصغيره وسايب سياده اللواء عمال يتكلم معاه ما بتردش عليه. الراجل يقول علينا ايه؟ عيب كده يا حسام، ما يصحش. طب ودي اللي جاي لك؟ لا كاتب كتاب ولا فرح. اسمع، دي اخر مره هتشوفني فيها، انسى خالص ان ليك ابن اسمه حسام. يا حسام ما يصحش تعلي صوتك وانت في الشارع. بابا حماده. بابا انجي. ادبي انا لو كان عليا اصبر واستنى. أنا عايش في خيركم أكتر من 30 سنة، إنما العمال والموظفين اللي عندنا ما يقدروش يستنوا، دول فاتحين بيوت، عليهم مسؤوليات. يعني أنا أجيب لك منين يا سعيد؟ أنت ما بتفهمش. بقول لك المحل عليه ديون وضرايب، هيتحجز عليه. شوف أنا في إيه وأنت بتكلمني في إيه؟ حاضر، حاضر يا حمادة بي. أنا هنزل أكلمهم كلمتين وأصبرهم شوية. صباح الخير يا حمادة. صباح الخير. أنا أقعد. ايه مالك؟ مزاجك كده مش عاجبني. شويه مشاكل كده في الشغل. الحقيقه كنت جالك في موضوع سخيف جدا بس مش عارف ابتدي منين. موضوع ايه؟ نوال اختي. على فكره انا زعلان منها جدا. انت يرضيك علاء ده اللي تروح لها المانيا ما ترضاش تقابلها. ايه قله الذوق دي؟ معلش معلش يا حماده، نوال بتمر بظروف صعبه جدا بعد وفاه جوزها، بقت هي المسؤوله عن تربيه اولادها. بقت هي ليهم الاب والام، وانت عارف الغربه صعبه قد ايه. معلش، عموما المساله اللي انا كنت جاي لك فيها عايز اتكلم فيها انا وانت لوحدنا قبل ماما نونا ما تاخد خبر. مساله ايه؟ نوال محتاجه فلوس، وزي ما انت عارف هي عايشه في المانيا لوحدها ومفيش حد هناك بيقف جنب حد، عشان كده بعتت لي توكيل ببيع البيت. انهي بيت؟ البيت اللي انتوا قاعدين فيه. بيتنا؟ البيت باسم نوال يا حماده. احنا بس قعدنا ساكتين المده دي كلها عشان خاطر ماما نونا وخاطرك طبعا. البيت ده بيت العيله وتربينا فيه كلنا وقضينا فيه اجمل ايام حياتنا. ابويا الاول مات الله يرحمه، وبعدين ابوك الله يرحمه مات، وماما نونا هي اللي ربتنا كلنا. وطبعا يعز على الواحد ان هو يجي بعد العمر ده كله ويطلب منها انها تسيب البيت، لكن احيانا الظروف بتبقى صعبه جدا وبتضطر الواحد انه يعمل حاجات ما كانش ممكن يتخيل انه يعملها. طبعا هنسيب البيت نروح فين؟ انا بقترح انك تاخد شقه صغيره، متهيألي انت وماما نونا مش محتاجين لاكتر من كده.
القصر بقى كبير قوي عليكم، وحتى لو حبيت تقعد مع المدام بتاعتك لحد ما تظبط امورك ما فيهاش اشكال. انا ما اقدرش اعمل حاجه زي كده دلوقتي، انا ظروفي صعبه والمحل هيتحجز عليه. عموما انا هحاول اخر الموضوع قد شهر كده ولا حاجه لحد ما ترتبوا اموركم. معلش يا حماد انا اسف. سلام. ثانية يا علاء، انا على فكره مش قادر اتصور الكلام اللي انت قاعد تقوله. حتى لو البيت باسم نوالي، احنا لنا فيه يا اخي، احنا عشنا عمرنا كله في البيت ده، مش بسهوله نخرج منه كده. ايه ده بس كده معايا يا حماده، وبلاش الكلام الفاضي اللي بتقوله ده. مفيش حد فينا له أشياء في البيت ده غير نوال. انت ايه ناسي ولا ايه؟ عزه باشا الله يرحمه وزع كل املاكه على ابويا وابوك بالعدل. ابوك خد الشركه وابويا خد البيت ده والشقتين اللي قاعدين فيهم انا وكمال، يعني كلنا خدنا، وده نصيب نوال لازم تاخده في الاخر. انت بتتكلم كده كمان كنا خلاص خدنا قرار ببيع البيت، القرار ده مش لنوال لوحدها. انت مش عارف. اتفضلوا القهوة. خد المفاجأة دي، امبارح جالي البيت واحد عايز يقابلني. مين الواحد ده؟ المدير الإقليمي الـ AW Bank، أو ذا ويلد بانك. طبعًا عارف البنك ده؟ بنك عالمي. عايزين يشتروا قصر عزه يخلوه الفرع الرئيسي هنا في مصر. عايزين يدفعوا بقى كام؟ 17 مليون جنيه. يا حمادة، وانت اي حد يقولك اي حاجة كده تصدقها؟ اصدق ايه يا ابني؟ انا شايف بعيني دي اوراق البنك والتفويض بالشراء. طب وش عرفوا ان القصر ده معروض للبيع؟ والله اسأل صاحبك اللبناني ده في كل حتة يقول هشتري قصر عزه باشا. اسمع حمادة، الحكاية مش مستاهلة تضيع وقت اكتر من كده. اختك نوال كل يوم بتكلمني وتزن عليا. يعني هي نوال هتتبسط لو جالها 13 مليون ولا 17 مليون؟ احنا نسبتنا في العملية دي 10%، يعني 1,700,000 جنيه. ده غير اللي ممكن نميل على نوال فيه. انا كده بقى ممكن اشتري فيلا صغيرة الممنونة مش شقة. ما بلاش احلام يا حماد، بلاش تعيش في الوهم. احنا خسرانين ايه يا علاء؟ احنا نقعد مع الرجل وانت بأحكم بنفسك. هو نازل هنا في الاوتيل قاعد في رايل سويت. ازيك يا مستر حمادة؟ اهلا وسهلا. يا علاء بيعز وابن عمي يبقى اخو دكتورة نوال صاحبة القصر. فرصة سعيدة يا فندم. اهلا وسهلا. اتفضلوا. اتفضل. تشربوا ايه؟ لا مش عايزين نعطل سعادتك. احنا عارفين ان احنا لخبطنا مواعيدك بالميعاد المفاجئ ده. ما تقولش كده يا مستر حمادة، انا تحت امر سعادتك في اي وقت. شادي الشريف المدير الاقليمي للاي دبليو بانك في الشرق الاوسط. احنا طبعا قبل ما نبتدي في اي موضوع او نفتح اي حاجه لازم نكون واقعيين جدا ونحط النقط على الحروف. يس نو بروبلم، لا تبيع سيرفنك لوك. اوكي اوكي. مش ممكن يا علاء، الامور هنا عندكم حاجه صعبه قوي. الفايد اشترى محلات هارودز في نص ساعه، واحنا هنا عشان نعمل اي خطوه بنمشي بسرعه السلحفه. ما علينا، نخش في الموضوع بسرعه عشان خاطر بس الوقت. الحقيقه علاء بيه، احنا كبنك عالمي لينا ايمج معين وبنعتبر اقدم بنك في العالم كله. عشان كده احنا في كل دوله من دول العالم بنحرص ان المقر بتاعنا يكون مقر عريق لتاريخ يتناسب مع بنك عمره 120 سنه. انا في الحقيقه شفت اماكن كتير قوي، لكن بصراحه عجبني القصر بتاعكم. صورته من بره وبعت الصور للمانجمنت في امريكا واخدت موافقه عليه. كان حماده بيكلمني في المبلغ وقال لي ان السعر مش مناسب ليكم. انا بصراحه عرضت عليهم الموضوع والحمد لله وصلت لديل كويس، اعتقد ان هو هيعجبكم قوي. احنا هناخد القصر ب 20 مليون جنيه. جوعتونا 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 جوعتونا. الحريه 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 الحريه. ايه رايكم بقى نعزمكم على الغدا النهارده بره؟ طب ولزومه ايه الاكل بره؟ هو في احلى من لقمه البيت هي اللي بتمري؟ هو تغيير يا نونا، ولا ايه رايك يا ناس؟ انا شخصيا مش هينفع، انا هتغدى في المحل، عندي شغل كتير قوي النهارده. خلاص
يبقى هنخرج انا ونونا. براحتكم. ايه والنبي ما نخرج الا كلنا مع بعض. ايه يا حماده، ايه كلامك اللي زي الطوب ده؟ حد برضه يخرج يتغدى من غير مراته؟ ماشي، يبقى نروح نتغدى عند ايناس. اهلا وسهلا ماما نونا. هتيجي عندي المحل ده؟ انا افرش لك الارض رمله واعمل لك شعرك واعمل لك ضوافرك، اخليكي احلى من هيفاء وهبي. يجتك ايه يا ايناس؟ تصدقي بقى ان انا من ايام المرحوم لا حطيت احمر ولا اخضر، مع ان ايه بقى انت مشوفتنيش الاول. البوجودي كان موضه وكنت بلبس اخر شياكه. انا هوريك الصور، اصل انا شايلاهم ما بطلعهمش. يعني اجي اخدك على واحده كده؟ يا ابني اتغدى انت ومراتك، انا ما بحبش اكل السوق. لا هتيجي معايا بقى. اوه جرى ايه؟ انت يا واد انت عامله زي ما تكون بتطرقني. هطرقك ليه يا ماما؟ انا زهقت من اكل البيت. ايوه اهلا يا ام ابراهيم. اهلا، ازيك؟ ايه ابراهيم حصل له ايه؟ ازيك دلوقتي يا ابله؟ الحمد لله الحمد لله يا سلوى، نشكر ربنا على كل حال. اهو صحي اهو. هو احنا مش كنا اتفقنا يا ابراهيم نبعد عن المظاهرات والطريق اللي يودي في 60 ده يا يا ابني؟ ألف سلامة يا أستاذ إبراهيم. لا يسلمك يا سلام. طب مش عاوزين مني أي حاجة؟ أنا همشي يعني وأجيلكوا آخر النهار. متشكرين قوي يا سلوى، نخدمك كده يوم فرحك يا حبيبتي. سلوى إبراهيم ماله يا أختي؟ الحمد لله كويس يا تيتا نونا، عن إذنكم. دي سلوى جارة عيشة، شكلها كده انها بتحب ابراهيم، ابوها سباك. سباك؟ ناس طيبين احنا مالنا. سلامتك يا حبيبي. اهلا اهلا يا منونة. الف سلامة عليك يا ابراهيم، الف بعد الشر يا اخويا. والنبي طول السكة حمادة ما هو على بعضه، وزي ما يكون قلبه كده حينط من صدره من كتر خوفه عليك. انت ايه اللي عورك كده يا ابراهيم؟ تعبت نفسك وجيت لي يا بابا. ايه تعب نفسه؟ ده كلام برضو، هو عنده اغلى منك يا ابراهيم. يا عيش يا اختي، المستشفى المقرفه اللي انت جايباه فيها دي، لا ابراهيم لازم يتنقل احسن مستشفى. متشغليش بالك يا تيتا، الحمد لله بقيت كويس. ايه كمان؟ طيب انا جاي على طول. بابا معلش يا ماما، هتخليك انت مع ابراهيم عشان كمان عايزني في موضوع. خليك شويه يا حماده. اه يا ست البركه فيك انت. باي باي. استاذ علاء. ها يا عطفي، اتفرجت على القصر؟ الاستاذ حماده فرجاني على القصر منيح، وبالحقيقه ما خبى عني شيء. ها ونويت على ايه ان شاء الله؟ انا راح اشتريه هلا وبالسعر اللي اتفقنا عليه. الاستاذ حماده كان صريح كثير معي، والرجال ما خبى عني شيء، وهذا الشيء اللي حببني فيه اكثر واللي شجعني انه اشتري القصر. وانا بعرف القصر منيح ودارسه بالسنتي قبل ما افكر اشتريه. عموما يا استاذ عاطف، احنا حتى لو بعنا القصر ده لحضرتك مش هيبقى النهارده ولا بكره. القصر فيه ناس قاعدين ولازم نديهم مهله علشان يعزلوا منه على الاقل شهر. يا جماعة أنا ما عندي مانع، المصاري جاهزة. علاء بيك أول ما تفضوا القصر أنا تحت أمركم. اتفضل عطف بيك، اتفضل حضرتك. اتفضل علاء بيك. أيوه أنا حاسس إنه في سر بالموضوع. أنتوا بدكم تبيعوا القصر ولا ما بدكم تبيعوه؟ لا حنبيعه طبعا حنبيعه، المسألة بس فيها ناحية نفسية كده شوية. ماما نونا مرات عمي وماما حماده طول عمرها عايشه في القصر ده ولسه ما تعرفش ان احنا هنبيعه، فيعني كل اللي عايزينه يعني شويه وقت كده ندرج لها الموضوع واحده واحده. يا عمي شو هي شريكه معكم بالملكيه؟ لا القصر باسم اختي نوال، بس ماما نونا لها معزه خاصه عندنا. يا حماده كمان. الله وعلاء. لا ابدا انا زعلانه منك.
والنبي 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 ما تزعلي مني يا ست الكل، والنبي ما تزعلي مني، معلش اعرفك الاستاذ عاطف حوشان صديقي من لبنان، ماما بقى امنا كلنا مش ام حماده لوحده. اهلا وسهلا شرفنا يا ست لولا. اهلا وسهلا كده برضو يا حماده. ايه ده الضيف قاعد، لا قدمتوا له حاجه ولا ضيفتوه؟ ايه يا ولاد عزه انتوا، ايه بخله ولا ايه؟ ده انتوا بيت كرم، لا مؤاخذه يا استاذ عاطف. متشكرين يا ست نونا. لا اسمع بقى، انت لازم هتتغدى معانا، مفيش كلام تاني، كل شيء جاهز يا دوب يسخن بس. انا النهارده عامله باميه باللحم الضاني، انما تاكل صبعك وراها، كل شيء هيبقى جاهز في ثواني. مش هقدر اقول لها، لو انت عايز تقول لها انت حر. انا لا يمكن، انا ما اقدرش استحمل ان اقولها ابدا. ما هو لازم تعرف يا جماعه، كده كده هتعرف، يبقى نجيبها لها واحده واحده. احنا ممكن نقول لها البيت قايل للسقوط وفي الحي عاوزين يعملوا له قرار ازاله، ودي هتعدي على ماما نونا؟ ده تقلب الدنيا وتروح الحي وتقابل المحافظ. انتوا مش عارفين ماما نونا ولا ايه؟ ايه رايك بقى يا استاذ عاطف في الشغل القديم ده؟ ما يتوجدش منه النهارده. شغل كتير حلو يا ست نونا، فعلا تحفه. عنك لا لا والله ما تشيل حاجه ابدا. شو ما في رجال بهالقصر ما تساعدوا الماما يا شباب؟ لا 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 سيبهم، اصل انا معوداهم على كده. الولاد دول كلهم ولادي انا، انا اللي مربياهم. يا ولاد انتوا واقفين تتودودوا في ايه دلوقتي؟ طمنيني اخبارك ايه؟ كله تمام. والله زمان يا دكتور، بس انت عارفه انت ما اتغيرتيش خالص. ما اتغيرتش ازاي يا دكتور؟ ده انا عندي ثلاثه دلوقتي، هشام وعصام وامام. بسم الله ما شاء الله، وسنهم قد ايه بقى؟ هشام 17 سنه، عصام 13 سنه، امام 9 سنين. الله ايه الدقه دي؟ انت خلفتيهم على النظام الالماني ولا ايه؟ بين كل واحد والتاني 4 سنين بالظبط. ربنا يخليهم لك. قولي لي بقى يا دكتور، انت ما قررتيش بقى انك ترجعي مصر؟ حاجة على ايه؟ هو الرجوع لمصر دلوقتي بقت حاجة تضحك ولا ايه؟ اصل انا رجعت فعلا يا دكتور. انت بتتكلمي جد؟ ما انا جاي لك هنا ليه؟ ويا ترى بقى مكاني لسه فاضي؟ طبعا فاضي، انا اقوم فورا من على الكرسي وانت تقعدي مطرحي. العفو يا دكتور، الحقيقة انا طموحي اكبر من الكرسي ده. طب ممكن توطي صوتك، لان اكبر من الكرسي ده يعني الوزير مباشرة. لا لا لا، وزير ايه، انا عايز اشتغل. اه انت بقى ناوية تودينا في داهية. ليه هو الوزراء ما بيشتغلوش ولا ايه يا ست هانم؟ واضح ان العيشه في المانيا خلاتك بتخبطي في الكلام بقى. لا لا لا، انا عايزه اشتغل شغلنا احنا، عايزه اشتغل في البحث العلمي. في موضوع كده انا عايزه اشتغل فيه، كنت اشتغلت شويه في المانيا ووصلت لنتائج معينه وعايزه اكمله هنا. هاي ما احنا في بروتوكول تعاون بيننا وبين المركز بتاعكم. جبت لي جواب من هناك؟ لا، الموضوع بتاعي ده انا عايزه اشتغل فيه لوحدي بعيد عن البروتوكول خالص. ايه اللي حصل، خلافات بينكم ولا ايه؟ لا ابدا. ادخل. شكرا. والبحث بتاعك موضوعه ايه؟ انا عايزه استخدم الليزر في تخصيب اليورانيوم. تعرف ان في دول كتير قوي اشتغلت في الموضوع ده من مده طويله، بس الابحاث بتاعتهم ما وصلتش للتخصيب بتكلفه قليله وبكميه كبيره، وده ممكن احنا نستفيد منه والدول اللي حوالينا الناميه تستفيدها كمان. والنسبه ممكن توصل لقد ايه؟ توصل حوالي 5%. يا نهار اسود، انت بتتكلمي جد يا دكتوره؟ انت كده دخلتي في الممنوع. يا دكتور احمد، انا عارفه خطوره الموضوع كويس قوي، وعشان كده أنا جيت لك، وجيت لك من غير ما أعرف إنك رئيس هيئة أصلاً، أنا جيت لك كصديق وزميل، عاوزك تساعدني. نوال الموضوع ده أكبر من سلطتي، يعني لازم ناخد موافقة المسؤولين، على الأقل الوزير لازم ياخد خبر، وما أعتقدش حد هيوافق لك على اللي أنت بتقوليه ده، أنت كده داخلة على حيطة سد. والمسؤولين ياخدوا خبر ليه؟ أنا مش عايزة حد يعرف حاجة عن الموضوع ده خالص، هو أنا بعمل قنبلة نووية؟ أنا بعمل تجارب بسيطة جدا، مش محتاجة غير معمل ليزر صغير. أنا عايزة أحاول أعمل تجارب في معمل الليزر بكميات قليلة، ومش عارفين إذا كنا هننجح ولا لأ. ليه نعمل شوشرة بقى من البداية قبل ما نوصل لنتائج؟ لما نوصل لنتائج مشجعة نبقى نبلغ المسؤولين. مبدئياً مش هتقدري تشتغلي على الموضوع ده هنا في المركز، لأن
أنا شخصيا ما أضمنش أي حد من الموجودين، أكيد في ناس بتكتب تقارير وتبعتها بره، وإحنا مش عايزين مشاكل، أحسن نلاقي تاني يوم بعثة تفتيش دولية داخلة علينا. إيه ده في إيه؟ بتعملوا إيه؟ إحنا مع حمادة بيه. والكراتين دي كلها ليه؟ الله حطها في العربية، إزارة ودوها المحل. وانا لا يمكن اوافق عليه. هو ايه ده اللي ما يصحش ولا يمكن توافق عليه؟ انا جاي اخد حاجته وامشي، فيها ايه دي؟ واللي جاي ياخد حاجته ويمشي يخلي البيت مدس؟ عمالك داخلين طالعين يدسوه وجزامهم مش نظيفه؟ وادخل الاقيك بتلعب مع اولادي وتعطلهم؟ اولا يا استاذ حماده اولادي مش اطفال، ثانيا انا ما قلت لهمش يجوا يلعبوا معايا، هم اللي جم. ما هي دي اللي هيتعاقبوا عليها. دول حبوا بعض قوي يا نوال، فيها ايه اما العيال يلعبوا شويه مع خالهم. استاذ حماده مش خالهم يا ماما نونه. انا كمان ما كنتش جاي لهم، انا كنت جاي عشان اخد حاجتي واشوف ماما. انا متهيألي ان من حقي ان انا اشوف ماما في اي وقت. لا مش في اي وقت، تتكلم وتقول انك جاي تستأذن. استأذن عشان اشوف ماما؟ اهو ده اللي ناقص. انت اللي جايب التورته دي معاك؟ لو النبي يا اختي، ده انا نفسي راحت لها دخلت عملتها. ليه كده بس يا ماما؟ انت عندك السكر، وانا قايله لك ان الحاجات دي ما تخشش البيت. لا ده انت زودتيها قوي، هتتحكمي في اكلنا وشربنا كمان. انا عارف انا بعمل ايه كويس، انا خايفه على صحتها، هي عندها كوليسترول عالي ودهون الثلاثيه. والله دي ام، انا مش امك انت، يعني مش هتخافي عليها اكتر مني. بتخاف عليها قوي، وادي النتيجه. اسمع يا حماده، انا من ساعه ما جيت وانا مش عايزه احتك بيك، انت كل تصرفاتك غلط، مش بس من النهارده، انت طول عمرك مستهتر وعمرك ما اتحملت المسؤوليه في حياتك. والله انا حر بقى. انت حر في نفسك، انما جوه البيت ده لا، انت مش حر. خلاص بقى يا بنتي، خلاص اهدي بقى. لا يا ماما، حماده لازم يعرف حدوده كويس قوي، ولازم يعرف انه طول عمره ماشي غلط من ايام جده الله يرحمه، وكلكم كنتوا بتطبطبوا عليه. ايه انت لسه فاكر نفسك ايه؟ نخة؟ انت عندك 60 سنه، بص لنفسك في المرايه، عايز تقضي على روحك اقضي بس بعيد عننا، انما ماما نونة لا. انتوا واقفين عندكم بتبصوا على ايه؟ جرعوكم. اسمع يا حماده، البيت ده ما بقاش زي الاول، هنا في مواعيد، في انضباط، في نظام. لما في نظام شلتوا القطر من مكانه ليه؟ قطر؟ قطر ايه؟ ده هيجنني. انا بقول ايه وانت بتقول ايه؟ ده انت مش عايش في الدنيا دي خالص، ده انا لو كنت بكلم ابن امام كان فهم. اسمع يا حماده، الزيارات هنا يوم الجمعه والسبت فقط، ويوم الجمعه الزياره مفتوحه من بعد الصلاه لغايه الساعه 8. بقيت مستشفى. يوم السبت لغايه الساعه 5 بس، لان في شغل ومدارس تاني يوم. اما بالنسبه للتليفونات فمسموح لك تكلم ماما نونا تطمن عليها مره واحده بس، وبالنهار مفيش بالليل. وحسك عينك لما تيجي تزورنا تجيب معاك تورت او حلويات او اي اكل من بره لماما نونا. اما بالنسبه لاولادي فمفيش كلام بينك وبينهم نهائي طول فتره الزياره، المقابله انتهت. فين شريف يا جماعه؟ بقاله كام يوم ما بيجيش الجامعه؟ لا يكونوا اعتقلوه. اعتقلوه؟ ده انت طيب قوي يا ابراهيم. شريف بقى حاجه تانية ازاي؟ ابدا يا سيدي، اشتغل في جورنان بلدنا، قريت له مقاله النهارده الصبح وبصوره، ولولا الصوره كنت قلت لا ده مش شريف. اتفضل اقرا. مش ممكن شريف كاتب كده؟ انا مش مصدق. لا صدق، ده انا بكلمه على الموبايل قال لي 5 دقايق وهطلبه، دلوقتي ليه ساعتين ولا حتى مزد حد. هو جاب موبايل كمان؟
جماعه شريف. طيب اوكي هكلمك تاني هكلمك تاني. طيب ازيكم يا جماعه؟ اهلا. ازيك يا ابراهيم؟ قريت المقال بتاعي؟ اه طبعا قريناه. يعني هو متوازن شويه، بضرب بس من تحت لتحت. تضرب في مين؟ انت بتدافع عن كل اللي كنت بتهاجمه قبل كده. ما تنسوش ان الجريده لها سقف برضه، مش ممكن نتجوزه. سقف الحريه، تعبير جديد قوي يا شريف. انتوا بتبصوا لي كده ليه؟ كاني بعت القضيه. انا بحاول افتح شباك عشان نتكلم منه ونعبر عن اللي جوانا. كفايه كدب بقى يا شريف، ده انا صدقتك ومشيت وراك ورا افكارك. ده انا خدت شوم على دماغك كنت اروح فيها بسببك. دي اخرتها؟ اول ما تلاقي فرصه تنط بره المعركه تسيبنا كده وتهرب؟ العمل السياسي مش هتافات واعتصامات. العمل السياسي مناقشه وراي وراي اخر. ورايك بقى ايه دلوقتي يا استاذ شريف؟ الحوار هو الحل. الحوار بينا اتقطع خلاص. من اذنك. يلا. الحريه هذا. انا شادي انسه داليا. لو سمحت اديني فرصه بس اتكلم. انا مش نصاب ولا حرام يا انسه. من فضلك بس اسمعيني. انا عملت كده بناء على رغبه الاستاذ حماده. يا انسه داليا، البيت كان معروض للبيع والاستاذ حماده كان عايز يطفش الراجل المشتري. عملت انا المشتري ده. انا حتى كنت بقعد احفظ كلمتين الانجليزي اللي حولهم للراجل، ويا عالم كنت بقولهم صح ولا غلط. انا ما اقدرش ارفض اي طلب للاستاذ حماده، ده هو وحضرتك سبب الخير اللي انا فيه ده. حتى اساليه وتاكدي بنفسك. ما خلاص يا ابني، انت هتعيط ولا ايه؟ انا كلمت بابا وعرفت منه كل حاجه من يوميها. انا كنت بعت لك دعوه مع الاستاذ حماده عشان تحضري المعرض اللي انا عامله، ما وصلتش. انا في المعرض دلوقتي وكان يهمني حضورك جدا. على فكره اللوحه اللي انا رسمتها لك دي كانت وش السعد عليا. انا حطيتها في واجهه المعرض. طب بقول لحضرتك ايه، يا ريت تشرفيني ولو خمس دقايق حتى عشان اشرح لك اللي حصل بكل وضوح. انت فين دلوقتي؟ طب ده انت جنبي قوي. صدقيني والله مش هعطلك اكتر من خمس دقايق. ميرسي قوي يا نسا داليا، متشكر قوي، مع الف سلامه. شادي. ايوه. هاي رائع. خطوطك رغم ان هي حادثه ووحشيه انما فيها لمسه رقيقه جدا. غريب قوي انك تقدر تجمع بين الشيء ونقيده. الخطوط الحاده والوحشيه دي كانت مرحله من حياتي، لكن حضرتك تقدر تقول ان انا عايش المرحله الثانيه. عارف حضرتك اللوحات دي انا كنت راسمها من زمان ايام المعاناه، لكن دلوقتي انا بحب الحياه قوي. هايل هايل. لوحاتك هايله جدا. ميرسي قوي يا استاذ. اللوحه دي للبيع؟ ايوه يا هاني. بس مش غالية شوية؟ أصل فني غالي عليا قوي. وعشان خاطري؟ اتفضلي يا فندم، تبقى هدية متواضعة جدا. مش للدرجة دي. لا للدرجة دي وأكتر كمان. ميرسي قوي قوي قوي. أنت الظاهر مستني حد مهم قوي. أهم حد في الدنيا بالنسبة لي. حمادة الجامد أوي. Now you are the great pharaoh of Egypt and me, Egyptian, حمادة الجامد أوي. Drink your syrup. Thank you. Good. Where's my kid? You must call the police right now. Okay, sir. But maybe he didn't leave the hotel yet. I sent my men. They are looking for him. Call me, Chip. Hamada!
ماما. حمادة حمادة طلعتها النصابة المجرمة. اهدى اهدى يا ابني عشان خاطري، فداك 60 محل وهي ربنا هينتقم منها في عينها وعافيتها. انا يضحك عليا وانا في السن ده يا ماما؟ وزيد كان فين وهي بتسرق اليافطة وبتسرق المحل؟ حمار ضحكت عليها قالت له انها بتوطب المحل عشان تعمل لي مفاجآت. يا تكخيبة يا سيد، ما انا ما سكتنيش، انا بهدلته. خلاص يا حبيبي خلاص، في 60 داهية المحل، المهم انت الوقت لو حصل لك الله لا يقدر حاجة أبقى انا عامل ايه بس، يبقى كويس اعمل ايه بس يا حمادة. يلا يا حبيبي. على فين يا ماما؟ على بيتك. وانا ليه يا بيت؟ مالكش بيت ازاي بس؟ يعني اجي معاك عشان نوال كل شوية تهزق فيا؟ تهزق فيك؟ معاش اللي يهزقك ولا يمسك بكلمة طول ما انا عايشة في الدنيا. يلا يا حبيبي يلا، هنقف بقى نفرج الناس علينا كده. معلش يا ماما، انا اول ما حصل اللي حصل ما كنتش عارف اعمل ايه، عشان كده اتصلت بيك على طول. ايوه حبيبي لازم تكلمني، انت ليك حد في الدنيا غيري يا حماده. طب يلا حبيبتي يلا روح انت بقى. ايه اروح واسيبك؟ انت بتقول ايه؟ حماده يا ابني انت نايم ولا ايه؟ لا لسه، يعني كنت لسه هروح في النوم. انت بالك قافل الباب كده ليه؟ انا جاي بات عندك. افتح. ايه ده تبات عندي؟ هو مش انت قاعد مع مراتك؟ لا ما نزلت معاها اتخانقنا. طردتك يا حماده يا عزو؟ انت اهبل يالا، مين ده اللي ترد؟ انا اللي سبت لها البيت يتطبق فوقنا فخه. يا علاء انت فين يا علاء؟ عنوان للابتزاز. ادخل ادخل، جاتك القرف. طب انت رايح فين دلوقتي؟ لا انت فاكر ان انا جاي لك عشان مش لاقي مكان؟ انا عندي مليون مكان يا ابني، انا جاي لك بس تسليني. We have only two bedrooms. Where can he stay with us, Kamal? احنا ممكن نحط له سرير في اوضه المكتب يا كريستين، او نوضب له الليفينج، في كنبه مريحه. اوضه المكتب والليفينج مش مكان لنوم. طب ارجوك يا كريستين وطي صوتك شويه. دول هما كلهم يومين ثلاثة بالكتير، وانا حقنع نوال اختي انه يقعد معاهم في القصر، لكن ما صحش الراجل يجي لنا البيت هنا واحنا نقول له يمشي. شوف يا حماد، احنا اولاد عم، مهما اتخانقنا انا وانت لكن في النهاية احنا اكتر من اخوات. طول عمرنا بنحب في بعض ونعلي صوتنا على بعض، لكن لو اي حد تعرض لاي واحد فينا بنقف له كلنا زي الوحوش، صح؟ لا مش صح، انت عمرك ما وقفت جنبي في اي حاجه. يا اخي ده انت قلبك اسود بشكل، اكيد بتقول الكلام ده من ورا قلبك صح؟ بتقول الكلام ده من ورا قلبك. حماده بصراحه كده انا في ظروف ما يعلم بها الا ربنا، انا مديون لطوب الارض، ده انا بدخل بيتي من سلم الخدامين اللي في المنور، والواد برع اللي ماشي ما بقاش موجود دلوقتي طول النهار والليل، الباب بيخبط من الديانه وطبعا ما بفتحش. انت بتقول الكلام ده يعني؟ عشان بصراحه أنا عارف إن حالتك مزهزهة اليومين دول بعد ما بعت المحل وقبضت تمنه كاش، يعني معاك قرشين كويسين. أنت جاي دلوقتي بقى تستلف مني مش كده؟ أنا كلمت نواف. كلمت نوال اتضح إنها على الجنط، يا دوب عايشة على قدها. وبصراحة بقى اتكسفت أكلم ماما نونا، عليا ليها فلوس كتير قوي. حتى كمال أخويا عايش بالعافية. وانا لو دخلت السجن يا حماده اسم عيله عزه هيتمرمط في مصر كلها. وانا مش عايز فلوس عشان اسدد بيها ديوني، ده ديوني كتير قوي ومتلتله. انا عايز فلوس عشان اسافر بره مصر، خلاص اروح ايطاليا ولا اروح فرنسا اعيش هناك، يعني كل اللي عايزه تمن التذكره والفيزا، وقرشين بقى كده يبقوا في جيبي وانا مسافر، يعني حسبه 5000 يورو كده، يعني مبلغ صغير. يا حماد انت بتبص لي كده؟ لا بجد عيب البصر، انت بتبص لي كده كان نصاب وجنصب عليك. يا ابني انت مش نصاب بس، ده انت نصاب عالمي. لا اهو ده انا ما اسمحوش، انت كده بتقلني يا حماده، انا غلطان ان انا جيت. اقعد بس اقعد، انت وقعت من السما. ده انا عمري ما تخيلت انك ممكن تبقى موجود في حاجه غير النهارده. انت قلت لي عايز كام؟ 5000 يورو؟ اعتبرهم في جيبك. هنخش في الاستعباط بقى؟ انا ما بحبش طريقتك دي. لو عايز تديني الفلوس ادهم لي على طول، لو ما انتش ناوي ما تقعدش تلف وتدور بالطريقه بتاعتك دي. يا علاء انا
هكسر الوديعة اللي احنا عايشين منها انا وماما نونا وهديك ال 5000 يورو. وهتكسرها ليه؟ انت قبض ملايين ثمن المحل ولا يعني عايز تفضحني في العيلة كلها؟ اسمع فتح لي مخك كويس قوي. اخوك اتنصب عليه نصبايه جامدة جدا. من مين؟ مين اللي قال لك ان بعت المحل وقبضت ثمنه كاش؟ ايناس. انت شفت ايناس فين؟ في مطعم كنت سهران فيه انا وجماعه اصحابي. كان معاها حد؟ رجاله لا، بس كان معاها صاحبتها دي اللي معاها دايما جيجي. دي بقى الشركه الثانيه في المؤامره. انت بتتكلم جد؟ ايناس وجيجي علاء عصابه نصابين. نصبوا على اخوك نصبايه كبيره قوي، خدوا المحل وقانوني. وورقهم سليم 100%. ازاي؟ هحكي لك ازاي، بس المهم دلوقتي عايزين نفكر ازاي نرجع المحل ده. وعايزين نرجعه قانوني وورق سليم 100%. انت اللي هتقدر تساعدني علاء. طيب ممكن تفهمني اكتر؟ دلوقتي احنا مصالحنا اتقابلت. زي ما بيقولوا المصالح تتصالح. انت عايز تهرب من البلد وتسافر، وانا عايز ارجع المحل بتاعي، يبقى نحط ايدينا في ايد بعض. وانا معاك في اي حاجه. نقبل فتحه؟ بس لا، خلي انا كحول مش مهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الو حماده، انت لسه نايم؟ اسمع، تلبس في خلال 5 دقايق وتستناني تحت قدام العماره، هفوت عليك اخدك. لما اجي لك هقول لك. يلا بس بسرعه. سلام. يلا اركب اركب بس. انزل انت، انا اللي هسوق. يلا مفيش وقت، اركب يا ابني. انزل، مش انا اللي مأجرها، هسوقها من نفسي. طيب بس احنا في ايه ولا في ايه؟ يلا يلا بسرعه. ايوه كده يلا. انا مرتب كل حاجه، ما تقلقش ان شاء الله مش هيحصل لك. وانت رايح تعتمد على كمال يا علاء؟ اخوك على نياته، ممكن يقع بلسانه ويقعدنا بتاعي. يا اخي ما تخافش، انا فهمت يعمل ايه بالظبط. الناس لو اكتشفت اللعبه دي يبقى المحل طار للابد، لا يمكن يرجع لي. ان شاء الله هنوصل او لا، بس انت شد شويه. انا صباح الخير. صباح الخير. حماده بيه عز موجود؟ حماده بيه مين؟ اهلا اهلا يا فندم. حضرتك جاي تقابل حماده بيه صاحب الشركه؟ ايوه. اتفضلي يا فندم. زميلي لسه متعين جديد، فما اعرفش الباشا الكبير بتاعنا. يعني حماده بيه موجود؟ هو لسه ما وصلش يا فندم، بس في كمال بيه موجود دلوقتي. طب ممكن اقابل كمال بيه؟ ثانيه واحده. ايوه مدام ايناس، خليها تتفضل. حاضر يا ابراهيم، حاضر. عينيا، انت اصلك جاي من طرف واسطه كبيره قوي، دي ماما نونا، محدش يقدر يكسر لها كلمه. وانا هشتغل يا كمال بيه. كمال بيه؟ انت تقول لي يا عم كمال، ده انت ابن حماده، يعني ابن اخويا. متشكر قوي. شوف يا ابراهيم، احنا نشغلك في الامن تحت نايت شيفت، اهو تقعد تذاكر طول الليل لحد داخل ولا حد طالع، وهنعمل لك 500 جنيه مرتب. مبسوط يا عم؟ هو حماده بيه ما بيجيش هنا كتير؟ لا يا فندم، قليل قوي. اتفضلي حضرتك. شكرا قوي يا كمال بيه. طيب يا ابراهيم، ابقى قاعدة عليا. اهلا الناس هنا، اتفضلي. اهلا وسهلا يا مدام ايناس. ازيك يا كمال بيه؟ الحمد لله. انا الحقيقه لما عرفت اللي حصل زعلت قوي. الطلاق كان مفاجأة للعيلة كلها. وانا جاية لحضرتك عشان كده يا كمال بيه. انا تحت امرك واموري. أنا طبعاً عارفة قد إيه حضرتك إنسان طيب، وحمادة كان دايماً بيكلمني عنك كتير. إنما يرضيك إنه يبقى عايش معايا في بيت واحد زوج وزوجة، ويطلع مخبي عليا كل حاجة عن حياته؟ علاء اديله حاجة. ده تعالى.
عندي البطارية. يا رب دي أول مرة تحصل عندنا، وبلغت البوليس ولا لا؟ أنا ضربته بالشلوت في دماغه. عارفة يا ماما نونة ده كان لابس قناع ومغطي وشه كله. نوال إيه يا أختي اللي حصل؟ ما تخافيش يا ماما، ده حرامي وأنا عارفة كويس قوي هو جاي منين، والبوليس دلوقتي جاي ياخده. أهو جه، يلا يا هشام افتح له بسرعة. حاضر يا ماما. يا ساتر يا رب، يا ساتر. فوق يا حرامي. يا لهوي ده إبراهيم. ابراهيم مين يا ماما؟ انت تعرفيه؟ ابراهيم ابن حماده. واد يا ابراهيم ايه اللي جابك هنا؟ في حرامي اهو. مسكتوه؟ ايوه. في حد اتاذى من جوه؟ لا هو حرامي اصحابي. لا ايوه. وايه اللي الحرامي اللي نط على البيت عشان يسرقنا قدامك اهو. ايوه ما دي اخر تربيتك ليه. تفتكر هيطلع ايه يعني؟ لازم يطلع حرامي. وانا بقول عليك كويس وطيب، جاي عشان سرقنا. يا ريتني موت، يا ريتني ما عايش عشان اشوف اليوم ده. ليه عملت كده؟ ما ترد عليا. السؤال ده المفروض تساله لنفسك مش تساله له هو. هو انا مالي؟ هو انا اللي قلت له يجي يسرق؟ صحيح انت مالك. بس العيلة دي ظبطها كده، كل واحد فيها ملوش دعوة بتاني، وكل واحد ماشي بدماغه. ما يصحش الكلام ده قدام الناس. ما يصحش. هو انت تعرف اللي صح ما يصحش؟ وبعدين معاك يا نوال، انت جايبانا عشان تتهزقيه. هو ابني هيزيد اكتر من كده. ابنك مجرم دخل البيت في نص الليل عشان يسرقنا، ولك كان معايا سيلف ديفنس، كان ممكن يقتلني ولا يموتني حتى بالعيال. يا نوال ما تقوليش كده يا اختي، ده احنا لا يا ماما بقى كفايه كده. الأستاذ لو كان عارف يربي ابنه كويس ما كانش وصل اللي هو فيه ده. عاجبك اللي حصل ده؟ عاجبك انت اللي انا بسمعه ده؟ كل ده من تحت راسك. معلش يا ابراهيم، انا فعلا تسهلت في تربيتك، بس من اللحظه دي هعرف اربيك كويس. يا سلف يا ممكن يا اي لدب. دلوقتي افتكرت انك ابويا جاي تربيني بعد ما ربيت انا وامي اكتر من 20 سنه. اخلص اخلص، انا مش عايز اسمع حاجه زي ده. شايف يا جماعه لو سمحتوا الكلام ده ما ينفعش دلوقتي، احنا لازم نروح القسم ونفتح معاه. لا ما احضر ايه يا حضره الضابط، دي مشكله عائليه وهتتحل. انا اسف يا حاج، احنا لازم نسدد بعض بالكلام اللي بيحصل ده. الدكتوره نوال عايزه تتنازل عن البلاج، تتنازل رسمي.
اتفضلوا ابراهيم هيجي معانا وانتوا بحصلنا على اسم معانا. كنا مش هنضرب يا ريت بقى يا استاذ، ما هي ملامح وسمات الفن الدبلوماسي او العلاقات الدبلوماسيه في العصور القديمه؟ ان شعوب العالم القديم لم يكن فيما بينها مجتمع دولي بالمعنى المتعارف عليه، ولكن التاريخ لا يغفل وجود بعض الوثائق التي تثبت أن هناك تسمى اتصال قام بين هذه الدول، مع العلم أن هذه الاتصالات كانت في أساسها اتصالات حربية وعسكرية. احنا كده مطمئنين خالص إن شاء الله يا إبراهيم امتياز. بس أنا ما كنتش فاكرة كده، شكلك كده بتذاكر طول السنة. اسم الله عليك يا حبيبي، خد بقى معلقة العسل دي هتخلي إيه تحس إن مخك فاق كده وافتكرت كل حاجة. قرب. بس انا ما بحبش العسل. لا يا حبيبي خد امال، ده انا كنت بديها لابوك وهو نازل الصبح يروح الامتحان يحل كل الاسئله في 5 دقائق. ماما، هو انت كنت بتدي حماده معلقه عسل قبل ما يروح الامتحانات؟ امال. طب بلاش ابراهيم والنبي بقى عشان ربنا يوفقه. يخص عليكي يا نوال، ليه يا اختي بتقولي كده؟ هو حماده سقط؟ ده حماده كان الاول على الفرير. انت هتقولي لي يا ماما بس الفرير وبس، ما كانش فيه تعليم تاني. اسمع، انا عايزك تركز كويس جدا وما تستعجلش في الاجابه، خلص الاسئله السهله الاول بعدين وفوق للصعب ان شاء الله. طب يلا يلا يا استاذ اقرا قران الاول عشان ربنا يوفقك. يلا تعالى اوصلك، الساعه بقت 7:30. يلا مع السلامه حبيبي. تايه كده، ربنا معاك، ربنا يوفقك وتطلع من الاوائل يا ابراهيم يا ابن حماده يا رب. دي عيشه هنا، مين اللي معاها دي؟ دي سلوى جارتكم. جارتكم بس؟ واضح ان عيلة عزو دي كلها حبيبة. انزل لهم يا اخويا عبر المركب العربية. ازيك يا سلوى؟ شد حيلك يا استاذ ابراهيم، ربنا يوفقك. متشكر قوي يا سلوى. وامك يا ابراهيم مالهاش متشكر قوي ياما؟ ياما ليه تعبتي نفسك بس؟ اتعب نفسي؟ ده انا ماليش في الدنيا دي كلها غيرك يا ابراهيم. بقول لك ايه، شد حيلك النهارده وانا هقعد اقرا لك قران طول ما انت بتمتحن. ما تقلقيش على ابراهيم يا عائشه، ابراهيم واثق من نفسه كويس جدا. وانت يا استاذ ما تتكلمش مع حد، اقعد راجع في الماده لحد ما عاد الامتحان. ربنا يسهل. يا ربي يكرمك يا ابراهيم يا رب يا رب. ايوه يا استاذ ابراهيم، عاوز حاجه؟ انا اسف يا استاذ، نفسي تسامحيني، انا كنت شوية لما عملت. وانا يعني لو ما كنتش مسامحاك كنت هاجي لك على الصبح كده. وبعدين احنا عايزين امتياز يا استاذ عشان تخش الخارجيه وتبقى جنب السفينه. خايفه صدقيني، انا خايفه قوي. ما تقلقيش، قلت لك مذاكر كويس. الهي ربنا يكرمك يا ابني ويوسع لك كده دماغك ويوسع لك مخك وتعرف تجاوب. طب انا همشي بقى يا ابو العيشه عشان عندي مذاكره ومتحمله. ربنا ما يحرمنا منك ابدا يا سلوى ويخليك لينا. فرصه سعيده يا دكتور. انا اسعد يا حبيبتي. مع السلامه. مع السلامه. يلا يا عيشة، فضلي واقفة كده. تعبينك معانا يا دكتورة، كفاية قوي اللي عملتيه معانا لحد كده. يا بنتي الامتحان قدامه 3 ساعات، هتفضلي واقفة 3 ساعات؟ يلا تعالي نشرب حاجة في حتة لغاية ما يخلص. يلا كتر خيرك. ابراهيم عايز تتجوز أنت كمان؟ لا أتجوز إيه؟ أنا عاوز أسافر. عاوز أسيب البلد دي. ليه؟ ماما نونا قالت لي إنك حليت كويس في الامتحان، يعني إن شاء الله هتنجح، وأكيد هتلاقي وظيفة. أنا حاسس إني مخنوق من كل حاجة حواليا يا بابا. انا جيت لك النهارده لاني خلاص ماليش حد في الدنيا اروح له غيرك. طبعا يا ابراهيم، ما امك اللي راحت اتجوزت على كبر دي، مخها طرقع خلاص. وايه ده اللي راحت تتجوزه؟ مش كنت تعقلها يا ابراهيم؟ وهي امي لوحدها اللي بتتجوز يا بابا. قصدك ايه يا ابراهيم؟ انت بتلقح كلام عليا؟ هتعمل زي اخوك حسام؟ على فكرة مفيش مخلوق في الدنيا له حق يحاسبني على تصرفاتي. أنا ما أقصدش حاسبك يا بابا. أمال عايز إيه بالظبط؟ قول بقى بسرعة عشان أنا عصب النهاردة وروحي في مناخيري. عايز تسافر سافر، مطلوب مني إيه تاني؟ تساعدني. أساعدك إزاي؟ أنا موافقت إنك تسافر، يلا سافر. هو السفر ده ببلاش؟ مش عايز فلوس؟ ما تقول كده بقى من الصبح. يعني أنت جاي عشان تاخد فلوس؟ لا يا بابا،
انا مش جاي عشان اخد فلوس وبس، انا ابنك ومن حقي اطلب منك اللي انا عاوزه. بس انا ما عنديش فلوس يا ابراهيم، انا ظروفي منيله بستين نيله ومحدش حاسس بيا، المحل ده محجوز عليه، عليا شيكات توديني السجن، وكل واحد عنده هم يجي يرميه في وشي. تطق في دماغك انك تسافر، هات فلوس يا بابا عشان اسافر. بابا يجيب فلوس منين مش مهم، ظروفه يا بابا يتحرق بجاز. ما تحس بيا يا اخي، ما تحس انت بيا بقى، انا انتحرت وانقذوني في اخر لحظه، كنت عايز اسيب الدنيا باللي فيها. انتحرت تروح مستشفى المجانين عشان يعقلوا؟ انا فعلا بقيت مجنون اللي بشوفه حواليا، انا عمري ما لجأت لك ولقيتك واقف جنبي. ده انا ابن حرام يا اخي، كنت ساعدتني. انت ايه، مش ابويا؟ مش اسمك ده اللي مكتوب في شهاده ميلادي؟ ده الواحد لو عنده كلب، كلب بيراعيه ويحط له اكل وشربه. انا ابنك وليا حق عندك وهاخده، المحل ده لو مت ليا فيه، كل حاجتك اللي بره ليا فيها وهاخدها. انا خلصت لك جامعه وفضيت لك وهوريك. طب ما تيجي تمد ايدك عليا تضربني على مين انا؟ ما تمد ايدك عليا يا سافي يا مجرم يا قليل ادب، بتعلي صوتك على ابوك، اطلب لك البوليس يجي ياخدوك اذا انا اتعودت على الانسان والنيابه يا مجرم. يلا بره اطلع بره، كان يا مسلم يوم ما خلفتك. الله يلعن عليك يا شيخ. ابراهيم تعالى تعشى معانا يا ابراهيم. ما تيجي تعشى معانا يا ابراهيم، ده انا وامك من الصبح مش قادرين ناكل لما انت تيجي. هقتلك يا حماده، وديني وايماني اللي هقتلك. مين اللي بيتكلم؟ مين؟ ايوه لحظه واحده يا حسام بيه، مش معقول، ايه المفاجاه الحلوه دي؟ اتفضل يا باشا اتفضل. دي شقة ولا استوديو؟ يعني يا باشا من ده على ده، حضرتك عارف بقى الفنانين التشكيليين بيبقوا مجانين شوية. وهي صالة كده بس؟ لا، في مطبخ اهو وفي حمام جوه كمان. يعني انت بتنام في الصالة؟ امال هتتجوز ازاي؟ هتجوز في الفسحه دي؟ لا، ما انا هبقى اقفل الحته دي، هعملها اوضه، هعمل بارتيشن هنا وهعمل فيه باب عشان يطلع من الاوضه. لا 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 لا، ما تتعبش نفسك، انت مش محتاج تعمل اي حاجه. اسمع يا استاذ شادي، بنات الناس ما بيتجوزوش في استوديوهات، بنات الناس ما بيعيشوش عيشه بوهيميه زي اللي انت عايشها دي، وبعدين في اصول عشان تتقدم لعيله كبيره زي عيله عزو. أنا جاي أبلغك إن طلبك مرفوض، وبحذرك لو حاولت تتصل بداليا مش هيحصل لك كويس. أظن الرسالة وصلت. في حكمة لازم تعرفها كويس قوي، عشان الحكمة دي هتنفعك في حياتك. الحكمة دي بتقول حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. لازم تحب شغلك هنا، ما ينفعش تشتغل وانت ناقم على وضعك وشغلك هنا. لو ابتديت طريقك كده من الأول عمرك في حياتك ما هتوصل لأي حاجة في النهاية.
انا بس عملت ايه يا سياده المدير عشان ده كله؟ انت كتير الشكوى يا ابراهيم وزمايلك بيشتكوا منك. ما انا بصراحه يا فندم مش مرتاح في شغلانه الجرسون دي. عموما تحت امر حضرتك، اللي تشوفه هعمله. خلاص يا ابراهيم، انا هنقلك الروم سيرفيس، تتعامل مع زباين الاوتيل في الغرف. اتمنى بقى المره دي تبقى كويسه. طمن يا فندم. عشاك في المطبخ متغطي. مش عايز اتعشى. كنت فين يا حماده؟ الساعه بقت 12 بالليل. يعني هكون فين يا ماما؟ في الشغل. هكون بلعب يعني. شغل ايه؟ ما احنا عرفنا اللي حصل. سليمان بيت اتصل بينا وقال لنا كل حاجه. بقى تهزق الراجل صاحب المصنع وتسيب الشغل. حد برضو يعمل كده يا حماده؟ استهتار يا ماما. هو همه حاجه؟ ده صاحي من نوم الظهر. شغل ايه بقى؟ ليهم حق يرفدوه. انا ما حدش رفضني، انا اللي استقلت. ناس ما بيفهموش يا ماما، اشتغل معاهم. ده انت ما كملتش يا راجل يوم واحد في الشغل، يوم واحد بس. والله انا عارف انا بعمل ايه كويس، ما حدش له كلام عليا. انت مش هتربيني. يعني تصبحوا على خير. لا مش هتتعشى يا حماده؟ لا يا ماما هنام من غير عشاء. يا حماده. يا ماما عشاء ايه؟ ده راجع الساعه 12 بالليل، دي يروح اي حته رمرم فيها وده بيعتق. العمل ايه دلوقتي يا نوال؟ هنسيب حماده قاعد في وسطنا كده لا شغله ولا مشغله؟ اصبري يا ماما، انا اللي هشغله وهبطله الاستهتار اللي هو فيه ده. قوم ودي الحاجات دي سويت 217. حاضر يا شيخ. روم سيرفيس. ثانية واحدة. قوم ودي الحاجات دي سويت 217. روم سيرفيس. ثانية واحدة. إبراهيم. ازيك يا شريف؟ اتفضل يا إبراهيم. تعال يا إبراهيم. كويس إنك بتشتغل. أو تساعد نفسك. المعاش بقت صعبة يا راجل دلوقتي. دي فترة مؤقتة. لحد ما أقدم في امتحانات الخارجية. خرجيت يا عم؟ والله انا احسن لك. الخارجيه دي وجع دماغ على الفاضي. شغل الحر ده مفيش احسن منه. وانت بتعمل ايه هنا؟ ابدا، انا جاي اغطي اجتماع وزراء الخارجيه العرب تبع الجورنال. انت مش كنت ماسك الداخليه؟ لا دي كانت مرحله. دلوقتي انا ماسك الخارجيه. واضح انك ارتحت قوي مع الحكومه. ما كنت بتهاجمها ليه؟ حماس الطلبه في الجامعه حاجه والحياه العمليه حاجه تانية. احنا كنا فاضيين يا ابراهيم، ما وراناش حاجه. الواحد لما بيحتك بالحاله العمليه بجد بينضج. واضح انك نضجت قوي، نضجت زياده عن اللزوم. بترى اللي بكتبه في الجورنال؟ طبعا بقراه دايما، بس بعد ما بقراه برجع. اسمع يا ابراهيم، اللي انت بتقوله ده انا كنت بقوله وبقول اكتر منه، والافكار اللي انت جاي تكلمني فيها دي انا اللي معلمها لك. فما تعمليش فيها وطني قوي وصاحب مبادئ. ما هي دي المصيبة، ان انت اللي علمتني الافكار دي. شوف يا ابني، محدش في الدنيا دي بيمشي في اي اتجاه الا لو كان الاتجاه ده فيه مصلحته. افهم الدنيا كويس. انت لو ابوك كان اداك ريق حلو وخدك تعيش معاه وغرقت في العز وعشت في قصر عز وباشا، كانش زمانك مؤمن باي فكرة باللي انت عملت دافع عنهم دول. مركب خلاص غرقت، واللي لحاله خشب يتعلق بيها هو اللي هيب على وش الميه. مش كده يا متر؟ الشوربه مالها بارده كده ليه؟ مش هشوف شغلك كويس؟ انا اسف اني عرفتك في يوم من الايام. انت احقر انسان شفته في حياتي.
احترم نفسك وما تتجاوزش حدودك. انا برضو اللي احترم نفسي. قبل ما تقولي احترم نفسي، بص لنفسك الاول في المرايه، هتلاقي شخص غير محترم. لا انت قليل ادب، وانا غلطان اللي باخد ودي معاك في الكلام. اطلع بره وانا هكلم مدير الاوتيل عشان يفرك من هنا. انا برضو قليل ادب يا واطي يا سافي. استاذ حماده حسين عزو، اتفضل. ادخل. اهلا وسهلا حماده. مساء النور. احنا اسفين على التاخير، كان عندي شغل والله. لا معلش، براحتك. اتفضل. انا بس جاي اعزم سعادتك على فرح بنت داليا. والله الف الف مبروك، ربنا يتم بخير ان شاء الله. طبعا الدعوه للاسره الكريمه كلها، بس انا باكد على انجي. اه طبعا يا سيدي، بقى صاحبتك دلوقتي مالهاش سيره الا حماده. ايه الاخبار دلوقتي؟ مش تمام؟ تمام جدا يا فندم. ابراهيم اخباره ايه؟ كويس، ارتحنا منه، شغال دلوقتي في شرم الشيخ ومبسوط. انا بس عايز استاذنك، لو ما عرفتش هاجي هبعت ميرفت ما صاحب الداليا برضه. لا يا فندم ما ينفعش، مجيت سعادتك ده شيء اساسي ما فيهوش فصال. ارجوك يا ست اللواء، احنا عايزين نتشرف بالزياره. حاضر، احاول والله. باشا اهلا يا حسام. الباشا جوه؟ موجود، بس مش هيقدر يقابلك النهارده خالص يا حسام، عنده مواعيد كتير. ايه ده؟ انت كنت بتعمل ايه عند ست اللواء؟ كنت بعزمه على الفرح، فرح داليا. طب اي حق تيجي تعزمه؟ صاحبي يبقى تعالى بقى دغدغ الفرح على دماغنا والباشا موجود. معقول يا نوال؟ ما انتش حاسه بكل اللي انا حاسس بيه يا نوال؟ ده انا حبيت الاكل الدايت، حبيت الشاي الاخضر بدون سكر، حبيت الصحيان بدري والجري حوالين الفيلا لما يتهدى حيلي، حبيت هشام وعصام وامام اللي اتحرموا من ابوهم، واللي انا بفكر ان انا ابقى. بس يا حماده ما تكملش ارجوك، اللي بتفكر فيه ده لا يمكن يحصل ابدا. ليه انا؟ ده المفروض كان يحصل من 30 سنه. عشان عندي هدف اكبر في حياتي، هدف لازم اديله كل تفكيري كل حواسي. من يوم ما راح الدكتور مختار ونوال كمان راحت معاه، مبقاش عندي اي تفكير في حياه شخصيه. عشان البحث بتاعك؟ ايوه. معقول يا نوال؟ عشان الشغل تضحي براجل بيحبك كل الحب ده؟ مش مسألة شغل، البحث بتاعي اللي أنا بعمله مش بعمله عشان نجاح شخصي ولا مجد علمي، أنا بعمله عشان ولادي وولادك، عشان هشام وعصام وإمام وحسام وإبراهيم، عشان الأجيال اللي جاية دي كلها. أنا لو كنت عايزة أعيش وانبسط زي ما أنت بتقول كنت وافقت على العرض اللي هم عرضوه عليا. المركز في ميونخ عرض عليا 5 مليون دولار عشان أديهم السي دي اللي معايا. يمكن أول مرة أقول لك الحكاية دي. طب بس كده خلاص اتحلت. أنت مش عايزة البلد تتقدم وتمشي في البرنامج النووي؟ أنت تدي الألمان السي دي اللي عايزينه ده، وتاخدي ال5 مليون دولار تتبرعي بيهم للطاقة النووية في مصر. يبقى كده ضربت العصفورين بحجر. وما سألتش نفسك هم عارضين عليا المبلغ ده كله ليه؟ تفتكر هم مش فاهمين؟ الفلوس عمرها ما تعمل حضارة ولا تقدم إلا على أساس علمي سليم نقدر نبني عليه، والأساس ده معايا أنا. البحث اللي أنا بعمله يدخل للبلد دي مليارات مش ملايين. في حاجة يا حمد؟ لا، ده المسابقات اللي بيعملوها على التليفون دي. أنت بتشارك في الحاجات دي؟ لا بس شكلي كده هشترك المرة دي، يمكن حظي يكون أحسن. حمادة بيك، كيفك؟ أهلا وسهلا. شغالك يا زلمة؟ الله يخليك. وحياة أبوك، توصي ماما نونة علي، ما بريد إنها تكون زعلانة مني. حد يزعل منك يا عاطف بيه؟ يلا السلام عليكم. السلام عليكم. الراجل ده اللي هيشتري القصر؟
جماعه انا مقدره قد ايه انتوا زعلانين عشان القصر ده هيتباع، بس اكد لكم اني انا كمان زعلانه يمكن اكتر منكم. انا اتولدت وعشت طفولتي وشبابي في البيت ده، انا يمكن ليا فيه ذكريات بتكون احلى ايام عمري. وانا في المانيا كنت كتير قوي بفتكر البيت اللي عمري ما حسيت فيه ببرد حتى في عز الشتاء. انا باخد القرار ده غصب عني. تعرفين الموقف اللي انا فيه؟ ارجوكوا تساعدوني عشان ما احسش بالذنب اكتر ما انا حاسه بيه. لا 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 يا حبيبتي، ما تعيطيش ابدا، ما تعيطيش ابدا يا نوال، احنا كلنا معاك يا حبيبتي. ان كان على البيت احنا عشنا فيه ايام مش هتتكرر تاني ابدا. ان كنت يا حبيبتي عامله على زعلي، انا مش زعلانه، واحنا يعني هناخد زماننا وزمن غيرنا، وبعدين البيت فعلا واسع، واسع علينا قوي وبنتعب في تنظيفه. خلاص يا ماما، ما ملوش فايده الكلام ده، عودي عودي. ارجوك يا حماده ما تزعلش مني، الظروف اقوى مني. كلنا عندنا ظروف ما يعلم بها الا ربنا. وبعدين يا ولاد ظروف ايه؟ الحمد لله احنا احسن من غيرنا بكتير قوي قوي. يلا نوال اطلعي يا حبيبتي، صحي العيال بقى عشان يتسحروا، الساعه بقت 12. حاضر. بتبصلي كده ليه؟ زعلان عشان هنسيب البيت؟ دي انا اللي مبسوطه قوي. انا مبسوطه ولا زعلانه؟ انا كنت زعلانه لما علاء اللي كان هيبيع البيت. ليه بقى ان شاء الله؟ الاثنين انيل من بعض، الاثنين بايعين يا ماما. لا علاء مش زي نوال، اللي بتعمله نوال حاجة تانية خالص، حاجة كبيرة تستاهل انها تضحي بأي حاجة. حاجة كبيرة ايه يا شيخ؟ انت بتصدقي نوال فهمتني على كل حاجة، وانا بشجعها وبدعي لها كل يوم وانا بصلي ان ربنا يوفقها في اللي هي ماشية فيه. دي مجنونة، هتضيع نفسها وتضيع البلد معاها. لا نوال مش مجنونة، نوال عاقلة وعارفة كويس قوي هي بتعمل ايه. انا هقول لك على حاجه بيني وبينك، وانا كنتش ناوي اقولها لك بس لازم تعرفيها بقى. حاجه ايه؟ يلا حمد. مش معقول كده يا جمال، شيلوا الصورة من قدامه، طول ما هو شايف الصورة قدامه هيتعب أكتر. مش هشيلها، خلاص خلاص. محدش هيقدر ينسى ماما نونا يا بابا، محدش هيقدر ينسى، صدقني.
زعلان من ما زنتيش لغايه ما هي الاولى. انا كنت جاي عشان افرحي. انا عمري ما فكرت غير وجيت لقيتك مستني. انت كده بقى اللي غلطان. لازم يفطر كويس يا داليا عشان الانسولين بينزل نسبه السكر في الدم. ما تقلقيش انا هروح الشغل شويه وارجع لك على طول. اوكي باي باي. قوم يا حماده قوم عشان خاطري. انا دود قطع المرتبة كده. بابا بابا حمادة أنا ضد يا حمادة. أعمل إيه دلوقتي؟ لا ما أنت لازم ترد عليا. أنا عارفة قد إيه أنت زعلانة على ماما نور بس أنا كمان ما تعودش أشوفك كده. يلا عشان خاطري خد الدواء مش انا ضد حبيبتك. يلا يا حماد ده انت حمادك جامد قوي. يلا قوم. ازاي الاستاذ حماده دلوقتي؟ مش احسن برضه؟ والله حالته ما تطمنش من ساعه ما حصل اللي حصل. هو بينطقش كلمه واحده. جايز يكون جات له صدمه عصبيه ولا حاجه؟ الدكتور اللي شافه بيقول ان هو فاقد الرغبه في الكلام. يبقى لازم الصدمه كانت قويه قوي. واضح انه كان مرتبط بيها خالص. ما هو البني ادم لما الوالده بتروح من الدنيا بتسود الدنيا في عينيه. حمادة كمان حالة خاصة جدا. ماما نونة كمان حالة خاصة جدا. انا متهيأليش شفت ام زيها قبل كده. الله يرحم امهاتنا جميعا يا ستي. وبعدين بقى يا دكتورة ما تعمليش في نفسك كده. تبقي اقري لها الفاتحة احسن. عشان كده يا دكتور احمد انا عايز اغرق في الشغل الفترة اللي جاية دي. انا مفيش حاجة هتطلعني من هنا فيه غير الشغل. ما انا يا دكتوره بعت لك عشان كده. يا ستي احنا استوردنا اخيرا جهاز من كوريا عباره عن معمل ليزر صغير. طبعا هو معمول عشان استخدامات تانية غير اللي انت بتشتغلي فيها لكن انا بقول نجرب مش هنخسر حاجه. المهم الجهاز ده لو حل محل المعمل انا متاكد ان احنا هنوصل لنتائج هايله وبسرعه جدا. هو الجهاز ده ممكن اشتغل بيه في البيت؟ شوف انا هاخد عودتي واحاول اخرجهولك بعد كام يوم وربنا يستر. المهم بس انا عايز نشاط، عايز سرعه انجاز، عايز قبل شهر فبراير تكوني وصلت النتائج حاسمه.
أنا دكتور عايز مشروعك ده يبقى الحدث الرئيسي وقت إعلان برنامج النبوي. إن شاء الله يا دكتور.